انا عارفه انه هو الموضوع يعني كونه انه يعني ابو يشوف انه ولده يعني ما طبيعي زي باقي الاطفال اعرفها حاجه مؤلمه, لكن الحمد لله انها هي الكلفود دي حاجه ممكن تتعالج, بس عايزه شويه بتاعت صبر بالذات من الامهات. يعني من عرفناها لاحظنا انه الكرة على اليمين ما زي الشمال, مشينا للدكتور شخص علينا طوالي قال لنا انها دي كلفود وعلاجها بسيط ان شاء الله تتعالج. حنبدا بجبس 4 شهور كل اسبوع بيرجعوا الكرة درجة. عملنا الجبس وجينا هنا صف لنا هنا المركز, جينا وادوني جزمة صراحة خوفت من شكلها شديد ما كانت مريحة, وبعدين بالإضافة انها هي كانت تبكي شديد يعني انا بتحملت البي كده لبستها زي يوم يومين كده وفكيتها ما اختنحت بين الكلام ده بصراحة, فكيتها وخليتها لمدة اسبوعين. جيت راجعة تاني هنا قالوا لي كرة رجعت طبيعي يعني رجعت لكن درجة بسيطة, هنديلك جيبس تاني لمدة اسبوع. بديت ادوني جزمة قلت خلاص يعني قررت انه انا التزم بالجزمة دي عشان نحنا ما نبدأ علاج تاني من اول جديد. في دار شيشر لتأهيل الاطفال المعوقين بالخرطوم, نحن سعيدين جدا انه في دار شيشر عندنا مشروع خاص بالقدم الحنفاء او ما يعرف بالكلاب فوت, وطبعا واحدة من المشروعات المهمة جدا بالنسبة لنا لانه عدد الاطفال اللي بيستفيدوا من خدمات الدار في هذا البرنامج عدد متزايد جدا. نحن الى الان يمكن قدرنا بامكانات المتاحة نتعامل فقط مع 600 طفل, لكن عدد الاطفال المترددين على الدار في العيادات يمكن ما يزيد عن 40 طفل في العيادة الواحدة, وبالتالي ده محتاج مننا مزيد من الجهد عشان نقدر نغطي الحوجة لخدماتنا. احنا نتمنى انه في السنة الجاية نقدر نرفع النسبة على الأقل لو ما 50% إلى 30%, ودي نقدر نمشي بها نساعد في حل هذه المشكلة اللي بتواجه أطفالنا أطفال السودان المصابين بهذه المشكلة. احنا كصليب احمر بندعم مركز شيشر بروجكت بتاع الكلب فوت او الخدم الحنفاء. ابتدينا في البروجكت على اساس انه احنا نغطي كل الكيسز في الخرطوم اتليست للاطفال اللي هم بيواجهوا الحاله دي. حاليا احنا في البروجكت شغالين لنا سنتين, الحمد لله قدرنا نغطي كيسز كثيره حتى لو كانت من الخرطوم او بتيجي محوله من برا الخرطوم. زي ما شفنا الكيس بتاع سمره هي واحده من مئات الحالات اللي هي بتجينا بشكل اسبوعي, بيجوا ياخذوا الحاله من كل المراحل, يعني بيبدوا عندنا بيخشوا في العياده, بعد كده بيخشوا العلاج الطبيعي بياخذوا كل الملتزمات من العلاج الطبيعي وبيواصلوا في العلاج. الحمد لله انه سمره كانت واحده من الحالات الناجحه جدا, يعني احنا شفناها قبل ما بدات البرنامج قبل او بدات العلاج وبعد ما اخذت العلاج شفنا الفرق تماما, لانه الكلب فود واحده من الحالات انه انت لما تبدا تعالجها صح من اول مره بيبقى الطفل ما عنده اي ديسابيليتي ثانيه, ممكن يمارس حياته بشكل طبيعي جدا, بيكون انسان عادي. انا من اشوف واحد طفل عنده الاصابه بتاعت العاهه بتاعت الرجل المدحنيه ولا التهاب الحنفاء, انا يعني بحاول اوصل له الرساله انه اهله ذاته يمشوا يودوه لجهه الاختصاص ويواصل علاجه.